بسم الله. دلوقتي انا عايز اعمل كرييت للشيت واحط جوه الشيت ده فيو معين. خلي بالك مفيش شيتات دلوقتي خالص. هشغل الدينامو وهاجي دلوقتي اقول له انا عايز اعمل شيت. اختار نوع الشيت اللي انا عايزه. في انواع كثيره ممكن تعمل منها كرييت. هو النوعين ده اهم نوع بالنسبه لي. فاقول له انا عايز شيت. اقول له دلوقتي عايز شيت نيم وشيت نمبر وعايز فاميلي تايب وعايز الفيو اللي هيتحط جوه الشيت. فادوس هنا واقول له انا عايز كود. الكود بيسهل كتير بدل ما تقعد تختار سترينج ونمبر، فهو بيسهل عليك الشغل. ما دام انت عايز نص هتبقى تحط قوسين كده وتكتب اسم الشيت اللي انت عايزه. وليكن مثلا فيرست، وهنا بعد العلامة دي هتقول له هتدي له رقم الرقم الشيت. تبدأ تدي ده الشيت نيم وده الشيت نمبر. تايتل بلوك هقول له فاميلي تايب. اختار هنا الفاميلي ديت E1. عايز اديله بقى فيو، فهروح هنا للريفيت سيلكشن فيوز اهوت، واروح مختار سينج ميكانيكال واقول له ران. فبنلاقي الشيت فعلا اتكون اهوت بالرقم اللي انا عايزه بالاسم اللي انا عايزه اهوت، وده الفيو اللي انا اخترته، وده الشيت نمبر الشيت الفاميلي شيت اللي انا اخترتها.